اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على الإفراج عن معتقلي الحركة ووقف أحكام الإعدام بحق قادة الحركات المسلحة. وأوضح بيان صادر عن المجلس العسكري أنه توافق مع الحركة الشعبية جناح مالك عقارة أيضا على فتح المسار والممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع، إلى جانب تجديد اتفاقية وقف العدائيات. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي في تصريحات للصحفيين أن السلام يمثل أهمية قصوى، ويتعين على الأطراف السودانية الوصول إلى سلام حقيقي بمشاركة الأطراف المسلحة كافة.